صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: رجل أيقظ ابنه البالغ للصلاة وضربه، ثم سب هذا الولد الدين وضربه والده مرة أخرى، والسؤال: هل يعرض أمره على ولي الأمر حتى تبرأ ذمته، أم يكتفي بنصحه وزجره؟ ما ندري، الضرب ربما يكون الضرب أنه في غير محله، وهو الذي سبب غضب الابن، وسبته للدين ما هو عن قصد، من شدة الغضب، هذا من شدة الغضب. فعلى الوالد أنه يحسن تأديب الولد وإيقاظه للصلاة، فإن أجدى ذلك معه، وإلا فإنه يخرجه من بيته إذا كان بلغ عاقلا واستقل بنفسه ولا يريد الصلاة، فلا يجوز له أن يؤويه في بيته. نعم.